معراجك إلى السماء صلاتك. الذي لا يصلي منقطع عن السماء. الصلة بينك وبين ربك الصلاة. إذا قطعتها قطعت، إذا تركتها تركت، إن تقدمت في صفوفها تقدمت، إن تأخرت عن صفوفها تأخرت. ولا يزال الرجل يتأخر عن صلاته حتى يؤخره الله. ولذلك الصلاة أمر خطير. الركن الوحيد في الإسلام من الأركان الخمسة اللي شرع على نبينا في ليلة الإسراء والمعراج في السماء. في السماء المفروض ان روحك اذا قلت الله اكبر ما تروح الطامر، لا في الملعب ولا في المسابقة ولا في المدرسة ولا في المتجر ولا في البنك ولا في المشغل عند الكوافيرة ولا في الزواج، لا، انما تذهب روحك فوق الى بريها لانها فرضت عليك من السماء من فوق. الصلاة يا شباب نصيحتي لكم، عليكم بالصلاة.